النصر العالمي يكتسح الحزم بنتيجه 5-1. ومن ناحيه اخرى، اكبر مفاجات الجوله الخامسه من دوري روشن السعودي سقوط نادي الاهلي بنتيجه ثقيله وعريضه امام نادي الفتح 5-1. نبدا بالمباراه الاولى، النصر والحزم. اليوم شفنا الحلول الهجوميه العديده التي يمتلكها النصر، 5 اهداف من 5 لاعبين. الدون كريستيانو رونالدو يلي يتربع على عرش صداره هدافي دوري روشن السعودي بعد 5 جولات برصيد 6 أهداف. عبد الرحمن غريب سجل، ساديو ماني سجل، عبد الله الخيبري حتى سجل، ولا ننسى لاعب منتصف الميدان أوتافيو أول أهداف اليوم يسجلها مع نادي النصر. أول جولتين كان النصر فيهم سيء مع الأسف الشديد، خسارة أمام الاتفاق وخسارة أمام نادي التعاون، ولكن الجولة الثالثة اكتساح الفتح بنتيجة 5-0، الجولة الرابعة الماضية اكتساح الشباب بنتيجة 4-0، واليوم انتصار عريض جديد بنتيجة 5-1. النصر العالمي يمتلك أقوى خط هجوم في دوري روشن السعودي بعد 5 جولات حتى الآن بالتساوي مع نادي الاتحاد برصيد 15 هدف. نروح من ناحية أخرى، مباراة الأهلي والفتح أكبر مفاجآت الجولة الخامسة. الأهلي يسقط في الجولة الخامسة بعد 4 انتصارات متتالية. الأهلي كان مستوى كبير وعالمي في الجولات الأربعة الأولى، وما حد كان يتوقع أن اليوم يسقط أمام نادي الفتح، لهيك المفاجأة كبيرة وصدمة كبيرة لعشاق وجمهور نادي الأهلي. 5-1 نتيجة كبيرة وثقيلة وعريضة برغم تواجد فيرمينو، رياض محرز، ماكسيمان، وحتى الحارس ميندي والعديد من الأسماء الكبيرة. للأمانة خسارة مفاجئة ومدوية في الجولة الخامسة قبل التوقف الدولي. ألف مبروك لجمهور النصر العالمي الانتصار، وهارد لك لجمهور الأهلي هذا السقوط المدوي مع الأسف، وتحياتي لكم.